خمس سنوات من الحياة تحت رحمة القناص الحوثي في تعز. أين الضمير العالمي من استهداف القناصين الحوثيين للمدنيين في تعز بشكل وحشي غير مسبوق؟ وماذا عن مسؤولية الحكومة؟ إلى متى سيترك الجيش المدنيين في تعز عرضة للموت المجاني؟ أهلا بكم. أحياء الدعوة والكمب والجمهوري وغيرها من الأحياء الواقعة على خط التماس في مدينة تعز يتهددها خطر الموت بشكل يومي. يخرج الرجل فيها من بيته وهو لا يدري هل سيعود أم ستخطفه رصاصة قناص حوثي، لا يفرق فيها بين رجل أو امرأة أو طفل أو شاب. يدفع أبناء تعز فاتورة الحرب بالتقسيط من دماء الأبرياء في ظل تجاهل قيادات الحكومة والجيش لمعركة تحرير المدينة، الهدف الذي لم يعد على أجندة أحد. عشرات الضحايا من المدنيين تجاهلهم أيضا المبعوث الأممي مارتن جريفيث والتقارير الدولية، فيما يبدو اعتياد الجميع على مشاهدة مسلسل الجرائم في محافظة تعز. من أين جاء كل هذا الإرهاب والوحشية في قنص المدنيين القاطنين في مناطق التماس؟ ولماذا لا تتحمل السلطة المحلية مسؤوليتها في إخلاء أهالي هذه المناطق إذا لم يعد هدف التحرير ضمن أجندتها؟ وأين مسؤولية قيادة الشرعية والتحالف من بقاء تعز في دائرة العنف والانقسام؟ هنا سواتر قماشية تقطع الشوارع وسط الأحياء السكنية، وهنا لافتات إرشادية ولوحات بادر بتثبيتها متطوعون ضمن مشروع يهدف إلى حماية المدنيين من رصاص قناصي ميليشيا الحوثي المتربصين بالقرب من المكان. خلال خمسة أعوام من الحرب يعيش سكان الكثير من أحياء مدينة تعز بين خيارات كلها سيئة، فبعد أن ذاقوا مرارة التشرد والنزوح خلال الأعوام السابقة اختار الكثير منهم العودة إلى بيوتهم ليجدوا أنفسهم من دون بيوت وتحت رحمة الرصاص الذي لم يتوقف، على الرغم من أن الجبهات لم تعد تشهد عمليات عسكرية بين الميليشيا والجيش الوطني. أحياء عديدة في المناطق الشرقية لمدينة تعز يعيش أهلها أو من بقى منهم تحت التهديد الدائم لرصاص القناصة التابعين للميليشيا منذ خمس سنوات على مرأى ومسمع من العالم كله، دون أن يثير العدد الكبير من الضحايا قلق المنظمات الأممية والحقوقية. اضطر أبناء هذه الأحياء إلى التعايش مع التهديد الدائم للقناصين الذين لا يفرقون بين عسكري أو مدني، طفل أو امرأة، يقتلون كل ما يتحرك في المدينة بوحشية فاقت كل التصورات. في هذه الأحياء التي أصبحت في دائرة النسيان يتناقل الأهالي قصصا مؤلمة عن تعمد قناصي الميليشيا إصابة ضحاياهم إصابات غير مميتة ليتمكنوا بعدها من قتل أكبر عدد ممكن من المسعفين. لم يعرف اليمنيون هذا المستوى من التوحش والقتل الممنهج لمجرد القتل إلا مع مجيء ميليشيا الحوثي. اللافت في هذا الملف الملطخ بالدم والقهر أنه مغيب عن تقارير المنظمات الحقوقية والإعلام الدولي وجهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث، ليظل هؤلاء المدنيون أضحيات على محراب تسويات لا تمنحهم السلامة ولا تضع قاتليهم تحت طائلة المساءلة. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا يحيى سعيد الصبري وهو شاهد حياة عيان وأحد سكان الأحياء المستهدفة من القناصة عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ يحيى. مساء الخير والعافية، أهلا وسهلا وسهلا بالأستاذ، وأهلا وسهلا بكم جميعا، وأهلا وسهلا بقناة بلقيس وطاقميها. أهلا بك أستاذ يحيى. إذا خمس سنوات من الحرب مضت وأنتم تعيشون تحت رعب القنص، حدثنا عنكم وكيف تعيشون هذه المخاطرة؟ والله إحنا نعيش في هذه المنطقة وهي منطقة تعز ومديرية صالة، وبالذات مديرية صالة تحت خط التماس، وهي حي الروضة وحي عصيفرة وحي صالة وحي الجحملية. نحن نعاني من قنص وقذائف متواصلة من قبل الحوثيين من سلال ومن السفرتيل،
ونحن نعاني كثيرا من هذا، لأنه الذي يعني جرح جرح، والذي قد توفى توفى، والذي معاق معاق لحد الآن. ونتمنى من حقوق الإنسان بالمنظمات الحقوقية أن تتواصل معنا في محافظة تعز وتشوف نفسها. نحن نعاني من هذه الأشياء، ونتمنى من جميع المنظمات الحقوقية وجميع الدول الإسلامية والعربية والأوروبية النظر في موضوعنا، في موضع تعز المحاصر، والتي يعاني منها وأهلها وأطفالها ونسائها وشيوبها وكل الناس المتضررين في هذه في تعز المحاصرة. نتمنى منهم أن ينظروا إلى هذم الناس، يفكوا الحصار، يعملوا أي حل لهذه المدينة. نحن طيب يعني أنتم أخي يحيى، سنوات من الحصار. نعم، أنتم محاصرون والقناصة أيضا يتربصون بحركتكم. أنت في أي منطقة بالضبط وأين يقع القناص؟ هل أنت في منطقة تماس أو في إحدى المناطق المحررة؟ إحنا في خط تماس، يعني متواصلين. القناصة متواجدة في سفتل، في السلال، في الروضة، في صيفرة، في صالة أيضا. نحن نعاني من القنص من هذم الناس الذي لا يخاف الله ولا رسوله، ونحن نعاني من هذا، المتخوفين يعني ليلا ونهار. لا نأمن عليهم ولا نأمن على أنفسنا في بيوتنا، ولا نأمل على أطفالنا بالخروج إلى المدارس، إلى المنتزهات، إلى الألعاب. نحن أيضا محاصرين، يعني محاصرين بحصار شديد، يعني عقوبة شديدة. نتمنى من جميع المنظمات الحقوقية في جميع الدول الأوروبية والإسلامية والعربية أن ينظروا لهذه تعز المحاصر منذ 5 سنوات. نحن نعاني من هذه المشكلة، ونعاني أيضا من الأمراض. هل توجد لديكم يعني بسبب الحصار. هل يوجد أي منظمات معنية بحقوق الإنسان أو دولية تنزل إليكم وتشاهد ما يحدث لكم أخي يحيى؟ إحنا والله لحد الآن ما فيش منظمات يعني توصل عندنا على أساس تأخذ الانتهاكات هذه التي موجودة لدينا، وهي ما يعني سجل عندنا في المدينة في المحافظة، وما فيش يعني أي منظمة وصلت إلينا وتأخذ بعين الجد، يعني تنظر إلى هذم الناس الذي هم قد يعني ضحوا بأولادهم ونسائهم وشيوبهم وشبابهم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء، ونتمنى أيضا من أخواننا في جميع الدول أن ينظروا إلى هذه تعز المحاصر. نعم، إذن أخ يحيى اسمح لنا أن ينضم معنا العقيد عبد الباسط البحر الناطق باسم الجيش في تعز عبر الهاتف من تعز. مساء الخير سيادة العقيد. مساء الخير عليك وعلى الضيوف والسادة المشاهدين جميعا. إذن بداية سؤالنا سيادة العقيد هو لماذا توقفت معركة التحرير عن انتزاع بقية المناطق التي ما زال يسيطر عليها الحوثيون وخصوصا في المناطق الشرقية؟ يعني غير دقيق انه توقفت المعارك مشتعلة. صحيح ان احيانا تلقى في ظروف محددة الى دفاع النشط، احيانا تكون هناك عمليات هجومية. في خلال الايام القليلة الماضية شهدت تعز معارك عنيفة في عدد من الجبهات، سواء في وقدمت تعز ايضا كوكبة من خيرة ابنائها شهداء وجرحى من أبطال الجيش الوطني من مختلف الوحدات العسكرية في محور تعز. أبرز هذه المعارك كانت في الجبهة الشرقية وفي لوزم والكريثات وأيضا والسرمين، وكان في الجبهة الشمالية الشرقية أيضا حتى الليلة الماضية
كانت هناك أيضا مواجهات وتبادل وتراشق بالنيران والمدفعية الثقيلة وبالرشاشات الثقيلة في الأربعين والصفا وكلابة وغيرها من شمال شرق المدينة، أيضا في الشمال شمال المدينة في محيط معسكر الدفاع الجوي جرت معارك، في غرب المدينة في الصياحي في حذران في الربيعي في الضباب في محيط جبل الهان حدثت معارك قوية خلال وتقدم الجيش إلى بعض التلال والأماكن المهمة في تلك الأماكن، في عدد في حيثان في مقبنة في جبهات الأرياف، تعز معركة مفتوحة وأعتقد لا تهدأ يعني فترة حتى تعود من جديد وتكون المواجهات إما عمليات هجومية للجيش الوطني أو يكون عمليات دفاع وتأمين للمواقع المحررة. نعم، إذن سيدة العقيد نحن نناقش في هذه الحلقة ملف موجع للأمانة وهو استهداف المدنيين من قبل القناصة الذين يتمركزون قناصة الميليشيا الذين يتمركزون في بعض المناطق، برأيك كيف يمكن إيقاف مسلسل القنص الذي لا يفرق بين كبير أو صغير، طفل كائن حي يعني لم يعد يترك أي شيء يتحرك إلا وقنصه؟ طبعا الميليشيات تستخدم وسائل عديدة لاستهداف المدنيين منذ بداية الحرب قبل حوالي 5 سنوات والآن ندخل العام السادس. أبرز الثلاث الوسائل التي تستخدمها الميليشيات هي إما عبر القنص بالقناصات، والآن تستخدم الميليشيا القناصات على رشاشات متوسطة ويعني 12-7 و14.5 حتى تصل إلى مسافات بعيدة بعد أن تم دحرها من الأماكن القريبة، أصبحت تستخدم هذه القناصات من مسافة أبعد وتركب القناصات على رشاشات متوسطة 12-7 و14.5. فأيضا تستخدم الألغام وتستخدم أيضا القذائف الثقيلة وبعضها محرم دوليا مثل الهاونات 160 وأيضا عيارة ثقيلة 130 والهوجرات وأيضا صواريخ الكاتيوشا اللي تعتبر مدفعية صاروخية. تستخدم هذه القذائف بشكل إلى أماكن الأسواق أماكن الأحياء السكنية وأيضا الألغام التي تزرع بكثافة في الطرقات والممرات وعدد من الأماكن وبالإضافة طبعا إلى عمليات القنص. هناك الآلاف من المدنيين وخصوصا من النساء والأطفال راحوا ضحايا هذا الاستهداف الممنهج. بالنسبة للقنص تقريبا المئات نتيجة القنص المباشر ومعظمهم طبعا من الأطفال والنساء، وفي المنطقة التي تم فيها القنص طفلة قبل مغرب اليوم عمرها تقريبا 12 سنة في منطقة العنشوة والدمينة في غرب المدينة، هذه المنطقة تقريبا العشرات من الأطفال والنساء راحوا ضحايا لهذا. ألا يوجد حل الميليشيات؟ ألا يوجد حل لهؤلاء القناصة سيادة العقيد؟ يعني أيعقل أن يعني تمر 5 سنوات وهم يتمركزون في ويغيرون أماكنهم ربما عبر مسافات بعيدة، ما هو الحل من وجهة نظرك؟ طبعا هناك عدة حلول. الجيش الوطني على المدى المؤثر ل السلاح الموجود معه يتعامل مع هذه الأماكن التي تطلق النار ويحاول إسكات هذه النيران المعادية وهذه القناصات، لكن كما ذكرت أنت أنه يتم الانتقال من مكان إلى آخر والقناص قد يختفي فترة، يعني بعد أن يتم التعامل معه يختفي ليومين لثلاث لأسبوع لشهر أحيانا وأكثر ثم يعاود القنص من جديد. فطبعا الحل الجذري هو تحرير هذه الأماكن كاملة وخصوصا الهيئات الحاكمة المرتفعة التي من خلالها يستطيع السيطرة إلى منطقة أبعد، تحريكة عملية التحرير وتحرك القوات ومشاغلة القوات أيضا لهؤلاء القناصات وعدم ترك الفرصة لهم للتموضع والتخندق واتخاذ أماكن مهمة وحاكمة،
هذه مهمة. طبعا المدفعية، مدفعية الجيش الوطني في المدى المؤثر الذي يمتلكه الجيش أو بالرشاشات الثقيلة إلى المدى المؤثر تتعامل مع هذه، لكن أحيانا تكون في عمق العدو، وهذه بالتالي تحتاج إلى الطيران أو أسلحة أخرى. والحل لإنهاء جرائم الحوثيين واستهداف الحوثيين للمدنيين بشكل كامل هو تحريك عجلة التحرير واستمرار المعارك. ما هي العراقيل التي تحل دون ذلك سيادة العقيد؟ يعني خمس سنوات ونحن نتحدث عن معركة التحرير وعن الحصار الذي يخنق المدينة، إلى متى؟ طبعا العراقيل يعرفها العسكريين كما يعرفها العامة من المثقفين سواء في تعز أو في اليمن عامة، وأعتقد أنها لا تخفاكم. يعني من حيث القوة البشرية في تعز توجد قوة بشرية لا يستهان بها ولدى الجيش الوطني، من حيث التدريب والتأهيل وأيضا خوض الأعمال القتالية بمختلف ظروف القتال. خلال السنوات الماضية اكتسب الشباب مهارات ميدان وخبرات قتالية غير عادية، بل يمكن أن تكون يعني تدرس في الأكاديمية العسكرية ك يعني براءة اختراع في بعض المواقف التي يعجز أو لم تدرس من قبل في التكتيك العسكري. لكن النقص عادة يكون في بقية الإمكانيات سواء السلاح الثقيل أو السلاح النوعي، لأنه الآن توسعت المناطق المحررة في تعز كثيرا ودخلنا على مناطق مفتوحة ومناطق جبلية ويعني مسافات بعيدة تحتاج إلى كثافة نارية لتغطية هذه الأماكن. أيضا الدعم اللوغستي من حيث الإعاشات، من حيث العلاجات، من حيث يعني الإمداد بمختلف الإمداد صنوف الإمداد، فأنت بحاجة إلى توفير ظروف كثيرة. فإذا كانت ظروف الموقف مناسبة أعتقد أن الجيش قادر وعلى جهوزية تامة لتنفيذ المهام بنجاح حال توفر هذه الإمكانيات. وأحيانا الجيش يخوض الأعمال القتالية بالإمكانيات المتاحة والتي لا تقارن طبعا مع إمكانيات الميليشيات الانقلابية، لأن الميليشيات الانقلابية المتمردة نعمل أن يتم الالتفات لمعاناة المواطنين الذين ضاق بهم الحال بوجود من يتربص بهم بالموت المحتم. شكرا جزيلا لك العقيد عبد الباسط البحر الناطق باسم الجيش في تعز، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ يحيى. أستاذ يحيى، يعني أنتم تعانون منذ سنوات من الحصار ومن القناصة أيضا، هل هناك من نزح من خاصة وأنتم في مناطق تماس؟ هل فكرتم بالنزوح والخروج من هذه المنطقة الملتهبة؟ والله إنه قد نزحوا ناس، من عندنا من المناطق هذه التي ذكرتها، صالة والجحملية والكمب وزيت المسكي الروضة صيفرة، هذا نزحوا ناس كثير، لكن وجدوا أن النزوح حقهم أنها صعبة جدا وأنهم مش قادرين يعيشوا غير بيوتهم، فمنهم من رجع وعد بيته يعني سليم، ومنهم من رجع يستأجر إيجار ويطلب الله بقدر ما يستطيع، لأنه حالة الناس الآن برغم الحصار حالتهم يعني صعبة جدا، وناس لم يجدوا حتى الإغاثات في خط التماس. فكنا نريد من المنظمة الإغاثية أن تنظر إلى هذه الخط التماس وتشوف الناس الذي لم يحصلوا حتى لقمة العيش أو يحصلوا مثلا قيمة الإيجار البيت، فناس يعيشوا على الـ يعني يفرشوا الأرض ويدفيهم السماء، لا يجدون بطانيات، لا يجدون من يعطيهم يعني هذه الأشياء. فنتمنى من جميع المنظمات الحقوقية والمنظمات الإغاثية أن ينتبهوا لهذه الأشياء مثل خط التماس، وخاصة في خط التماس. نعم.
هل وجدتم أي اهتمام بهذه المناطق أو تفاعل مع قضية استهداف المدنيين من السلطة المحلية أو أي من جهة؟ السلطة المحلية لا تعلم بهذه الأشياء ولا تتابع هذه الأشياء. يعني السلطة المحلية تتابع الأشياء، يعني إذا تابع الشخص نفسه، إذا تابع يعني مثلا عاقل الحارة أو بعض المنظمات تتابع هذه الأشياء ممكن يستجوبوا معه، ولكن نتمنى يعني أن يتعاونوا ويشاركوا هذه مع بعض على أساس أنهم يعني يخففوا شوي من هذا الأزمة الذي يعانيها الإنسان الفقير، الإنسان الذي محتاج، الإنسان لا في ناس في عندنا أرامل، عندنا أرامل لم يجدوا شيء، يعني لم يجدوا شيء، لم يجدوا إغاثة ولم يجدوا من يعطيهم، وناس أرامل أيتام يعني مع أيتام، وناس أيضا يعني شابت يعني ما لا يقدروا أن يشتغل أو يخرج يشوف أي منظمة. نتمنى في معنا منظمة اسمها منظمة الاستجابة الطارئة للنازحين، هذه المنظمة هي الوحيدة التي تتواصل معنا في كعقال حارات، تتواصل معنا بصورة مستمرة وصورة دائمة، منظمة الاستجابة الطارئة للنازحين. نعم هذه الوحيدة التي تتواصل معنا ويعني انقذت يعني ناس كثير، لأنها تجيب سلة يعني طارئة لهم، والحمد لله يعني حلينا بعض الإشكالات، مش كلها يعني بعض الإشكالات، الحمد لله أنه في من يقوم بهذه الأشياء، ونشكر الأخوة في هذه المنظمة على هذا العمل الجيد يعني، ونتمنى أن يكون جميع المنظمات نفس المنظمة هذه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك يا سعيد صبري شاهد عيان وأحد سكان الأحياء المستهدفة من القناصة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وينضم معنا الأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور لكل جميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك أستاذ توفيق، واليوم نتحدث عن ملف موجع للأمانة، وهو تعرض المدنيين للقناصة في بعض مناطق التماس وبعض المناطق المحررة الذي يتمركز القناصة فيها على التباب، يعني تزداد معاناة الناس عام بعد آخر دون إيجاد أي حلول لهؤلاء. هل يعقل أنه يعني لا يوجد حل لهؤلاء المدنيين؟ إلى حد الآن لا يوجد، يعني أنا أعتقد أنه اليوم أصبح القنصة وأحد الوسائل التي تستخدمها جماعة الحوثي لخلق الرعب والخوف في قلوب الناس. نحن حرصنا في منظمة سام خاصة ونحن نصدر التقارير السنوية أن نفرض فصلا متكاملا عن القنصة الذي يستهدف المدنيين خاصة الأطفال والنساء، وتأتي دائما في المقدمة محافظة تعز كأحد أكثر المحافظات تضررا من القنص الذي شل بصورة كبيرة الحياة الطبيعية خاصة للأطفال وللنساء في هذه المحافظة. وإلى حد الآن يعني لا توجد حلول ما دام أن هنالك اشتباكات، هنالك مواجهات، هناك اقتتال بين الأطراف، وهي وسيلة لا أخلاقية للأسف الشديد، يتم تعبئة القناصين نفسيا وفكريا بحيث كأنهم ينزعون الرحمة من قلوبهم أو حتى التفكير من عقولهم عندما يوجهون فواهة بندقيتهم للأطفال أو للنساء. هناك قصص موجعة امتدادا من البيضاء مرورا بالحديدة إلى تعز حتى إلى محافظة الضالع لاحق، هذه أعتقد هي أكثر المحافظات تضررا بالقنص، أطفالها ونساءها على وجه الخصوص. وهذا الموضوع يحتاج إلى تسليط الضوء عليه بصورة أكبر، إضافة إلى تسليط الضوء على أبعاد الإنسانية وأبعاد الاجتماعية. يعني أنا أخشى أستاذ توفيق يعني أن الأمر أصبح اعتياد، يعني ربما يتحدث الإخوة الذين ظهروا معنا وكذلك أيضا
بعض وسائل الإعلام أنه على الأقل يعني يوميا لابد من وجود ضحية لقناص في إحدى المناطق، هل اعتاد الناس الأمر؟ ربما تتذكر بداية الحرب حينما تم سحل أحد القناصة، كيف ضجت وسائل التواصل الاجتماعي وكيف اتهموا هؤلاء الناس بالوحشية لما صنعوا بهذا القناص؟ لما لا نجد مثل هذه الحمية على هؤلاء الأطفال ضد هذا القناص الذي يستهدف الأطفال والنساء وأصبح حتى يستهدف الحيوانات، كل كائن حي يتحرك أمامه يتم قنصه. أنا كما قلت لك اليوم الموضوع لا يؤخذ بهذا المعيار، لأنه في النهاية القناص عندما يقع في الآسر على سبيل المثال أصبح له حقوق معينة وفقا للقانون الدولي، لكن القناص يظل هو ذلك الشخص المجرم وفق تراتيب تسلسلية إلى أن نصل إلى أعلى. أنا باعتقادي أن جماعة الحوثي منذ البداية، وكان هنالك توجيه خطي ل مؤسس الجماعة الأول حسين بدر الدين الحوثي لجماعته بأن يعتنوا تماما بالقناصين، وكان يقول فيما نص هذه الرسالة وهذا التوجيه بالنص: أرهبوهم بقنصكم، بمعنى أرهبوا الجنود الذين كانوا يتقاتلوا معهم في صعدة، حتى أصبح هذا القنص ثقافة وأصبح سلوك وأصبح أداة من أدوات الحرب لدى جماعة الحوثي. وشاهدنا أيضا مع حلفائه في السابق، رأينا الرئيس علي عبد الله صالح الرئيس المخلوع وهو يتحدث في أحد المؤتمرات ويفتخر بالقنص عندما يقول لكتيبة القناص دقوهم بالقناصات، بمعنى اليوم أصبح هذه منهجية لإذلال الناس لتحويل حياة الناس إلى الجحيم. الموضوع في القنص اليوم لا يتعلق بالمقاتلين في الميدان، اليوم أصبح متعلق بالأطفال، متعلق بالنساء، متعلق بكبار السن في المدارس، في الأسواق، في داخل البيوت، في أماكن الرعي، بمعنى أصبح يمس اليوم الحياة الطبيعية للناس، وبالتالي هذه جريمة من الجرائم، جرائم الحرب التي يجب الله يصمت الناس عليها، لا يصمت الناس عليها. وبالتالي للأسف الشديد إلى حد الآن هذه العملية لا يمكن التحكم بها ما دامت هنالك معركة، ما دام هنالك تباب، ما دام هنالك أفكار مشوهة، ما دام هنالك حرب فقدت كل قيمها والأخلاقية إلى غير ذلك. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ توفيق. أذهب إلى الأستاذ علي أسراري المحامي والناشط الحقيقي والذي سينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. مساء الخير أستاذ علي. أسعد الله بالخير مساءكم والسادة المشاهدين وضيوفكم الكرام. أهلا بك أستاذ علي. إذن 5 أعوام مضت مثقلة بالانتهاكات والحصار على مدينة تعز، ويبرز ملف القناصة كأسوأ الملفات التي تعاني منها المدينة، كيف تنظر أنت إلى هذا الملف من زاوية قانونية؟ أولا، منذ أن دخلت ميليشيا الحوثي واقتحمت المحافظة واجتاحت كافة المحافظة، اعتلت أسطح المنازل ثم تمركزت على المؤسسات والمستشفيات، وكانت تقنص كل ما يتحرك في المدينة، لا تفرق بين النساء ولا الأطفال ولا كبار السن ولا بين الجنود، استهدفت كل شيء يتحرك وكل شيء حي. تلك الجرائم هي تعتبر جرائم حرب تندرج ضمن المخالفات أحكام وقواعد قانون العقوبات اليمني النافذ والقوانين التي اهتمت بهذه الجوانب في أحكام وقواعد القوانين الدولية والاتفاقية الدولية واتفاقية جنيف الأربع والبروتوكولين الإضافيين وقانون روما وغيره. جميع تلك القوانين تحرم وتجرم كل تلك الممارسات التي تقحم وتستهدف المدنيين سواء من النساء أو الأطفال أو كبار السن، وتعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب عقوبة كل من قام باستخدامها أو استهداف أولئك الأبرياء واعتبرتهم أبرياء. بالنسبة لجماعة الحوثي، هي اعتبرت الأطفال وكأنهم الصيد المرغوب والمحبب للقناص الحوثي الذي يهديهم الموت بدل الحلوى. هناك أعداد كبيرة وهناك تزايد في
الضحايا خاصة الأطفال في مناطق صالة، وادي صالة، منطقة الروضة، منطقة كلابة بالذات، عصيفرة، جبل قرة، المطار القديم، كل تلك المناطق استهدف الأطفال فيها أثناء اللعب وأثناء قلبهم للماء وأثناء ذهابهم إلى المدارس بصور بشعة، وهناك من فقدوا حياتهم وأعداد كبيرة، الأعداد تتزايد، وهناك من أصابتهم يعني إما بالعين أو بالعمود الفقري وأصبح إما مشلولا نصفيا أو كليا وأصبح يعني طريح الفراش. هناك من خرج من أولياء الأمور مع أبنائه إلى المدرسة ولم يعد بهم. هناك من ذهبت لتقلب الماء فاختلطت دماءها بالماء الذي قلبته، والحوثي بعد ذلك ونحن على علم بذلك يقوم بفتح مكبرات الصوت واستخدام تلك الأهازيج والزوامل وكأنه اصطاد فريسة يعني حلالا عليه. هذا كله يعني يتعارض مع الأخلاق والأعراف والقوانين الوطنية، ويجب أن يقدموا للمحاكمة، ويجب أن يحاكم زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي كونه هو المسؤول عن ذلك، وهو من يوجه ويعني يحشد أولئك تلك الميليشيات التي تصل إلى المدن لقتل الأطفال الأبرياء والنساء. نعم، إذن أستاذ علي نعم. اسمح لنا بالعودة للأستاذ توفيق، وسأعود إليك. أستاذ توفيق، هل يتم رصد وتوثيق هذه الجرائم على الأقل يعني لضمان حقوق هؤلاء الناس مستقبلا فيما تمت محاكمة هؤلاء المجرمين؟ طبعا يتم رصدها أول بأول. نحن أصدرنا تقرير الأرض المنسية الأول، وكان هنالك فصل مستقل عن قتلى أو إصابات القنص، وكذلك في تقرير الأرض المنسية الثانية أيضا كان هنالك فصل مستقل تحدث عن الأرقام والقصص. ونحن حاليا نعكس أو أنجزنا بصورة كبيرة تقرير مستقل عن القنص في اليمن، وتقريبا هو سيشمل أهم المحافظات التي طالها القنص، التي هي المحافظة البيضاء وتعز والضالع والحديدة، هذه المحافظات بدرجة أساسية، بحيث نأخذ البعد الإنساني بصورة متكاملة ليعرف العالم حجم الجريمة التي تقع في اليمن. نحن نعم على وجه هذا الملف أستاذ توفيق، ولكن نجد أن المنظمات الدولية لا تعني به حقيقة، يعني ربما لا يتم الحديث كثيرا عن القناصة وعما يفعلون في بالمدينة بأطفالها ونسائها، يعني أنهم يرتكبون يعني جرائم حرب بترصد مرعب صراحة، يعني أن كما تفضلت سابقا أن يوجه القناص بندقيته أمام طفل، يعني شيء مستغرب و يعني مستهجن تماما. لا، نحن أنا أقولها بالملأ المفتوح، يجب أن لا نعول على الخارج، الخارج سياسيا والخارج عسكريا والخارج حقوقيا. نحن اليوم يجب أن نحل قضايانا بأنفسنا، يجب أن نظهر هذه الحقائق. نحن اليوم ما حدث اليوم، ما يحدث في اليمن، لولا المنظمات المحلية ما قدمت المنظمات الدولية شيء. على سبيل المثال تقارير السجون السرية، نحن في منظمة ساب كنا المنظمة الرائدة قبل كل النشطاء والمنظمات الدولية ووكالة الأنباء. في قضايا النساء كنا المنظمة الرائدة التي أظهرت هذا الملف إلى العلن، لدرجة أن كثير من المنظمات الدولية والأممية تفاجأت بصدور بعض التقارير وتواصلت معنا وفتحت حوار مطول عن تفاصيل دقيقة. قضايا الحدود اليوم نحن في منظمة سام أصدرنا تقريرا مستقلا عن هذا الشأن وسميناه محرقة الحدود، ولدينا الآن سجن الصالح، كنا أول منظمة دولية يعني منظمة تصدره، لدرجة أن أحد الراصدين في الخارج استغرب من وجود سجن بهذه البشاعة. ونحن اليوم نشتغل على كثير من الملفات الحقوقية، حتى لدرجة أن هنالك نوع من التشكيك حتى في بعض المنظمات بالنسبة لعملنا. لكن أنا أقول يجب أن لا نعول كثيرا، نحن اليوم يجب أن نرصد باحترافية، يجب أن نوثق وفق شروط التوثيق المعمول به في المجتمع الدولي والأممية إلى غير ذلك،
ونركز على القضايا النوعية. اليوم أصبحت التقارير الرقمية أصبحت غير ذات جدوى، بمعنى انتهاكات بالآلاف وبعشرات الآلاف دون أن تجد توثيق حقيقي يبرز ما حدث للعالم. هذا اليوم الذي نحن نسلط عليه. نحن اليوم وثقنا في المهرة، قريبا سيصدر تقرير موثق عن تعز، تقرير موثق عن العاصمة صنعاء، تقرير موثق عن محافظة الحديدة بعد ستوكهولم. نحن نعمل على كافة الجبهات بتقارير نوعية، وسيكون تقرير القنص أحد التقارير النوعية الذي سنظهره للعالم، كما أظهرنا معتقل سجن الصالح. نحن ماشيين في هذا الطريق رغم قلة الإمكانيات، رغم يعني نحس أننا نسير في طريق بمفردنا دون أن يلتفت إلينا أحد، لكن نحن نؤمن بأن جهدنا هذا لن يضيع مطلقا. اليوم أصبح تقاريرنا وموقعنا بالنسبة للسجون السرية مرجعا لكل فرق التحقيق والناشطين المهتمين بعمل إحصائيات دقيقة. حتى تقارير المتعلقة بالاغتيالات التي تمت في عدن تواصلت معنا أكثر من 4 إلى 5 منظمات وقنوات تلفزيونية تعمل على هذا الأمر، وبالتالي نحن نؤمن اليوم أن التقارير النوعية هي التي ستظهر أو ستظهر هذه الانتهاكات إلى العلن وستبرز إلى العالم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. عودة إليك أستاذ علي. أستاذ علي، يعني ربما كان يتحدث الأستاذ توفيق عن ألا تعويل على المنظمات الدولية، وربما المنظمات المحلية هي الأكثر قدرة على إعطاء تقارير واقعية وحقيقية من الميدان. ما الذي يجب على المجتمع المدني والمنظمات المحلية برأيك إزاء الحالة الراهنة في مدينة تعز من القناصة ومن الحصار، خاصة وأنها جريمة لا تزال مستمرة، يعني لم تتوقف ولن تتوقف كما يبدو؟ بالمناسبة قبل ابتداء البرنامج تم قنص طفلة في منطقة غراب شمال غرب المدينة وتوفت على الفور. عموما هذه القضايا طالما، وهذه الجرائم والانتهاكات طالما ينظمها ويفرض عقوبة القانون الوطني متمثلا بقانون عقوبات اليمني النافذ، يجب أولا على أسر الضحايا بأن يجمعوا تلك الملفات وتلك الجرائم والانتهاكات ويعني متابعتها عبر المحاكم الوطنية كجرائم قامت بها ميليشيا الحوثي، واستخدام كل التقارير التي صدرت مثلا من المنظمات الوطنية والدولية، واستخدام التقارير التي صدرت من بعض الجهات والمراكز الحقوقية باعتبارها وثائق وأدلة إثبات تؤكد وقوع تلك الجرائم. كذلك يعني عليها أن لا تعول على المنظمات كما ذكر الأستاذ توفيق، المنظمات الدولية، كونها فقط تكتفي بالرصد أو التوثيق وإشهار التقارير الحقوقية فقط عبر. نعم، ألا تجد أن هناك قصور في هذا الجانب؟ لا نجد أن هذا الملف أعطي حقه أستاذ علي، يعني كل يوم تقريباً طفل أو طفلين أو امرأة أو رجل يتم قنصه بدم بارد ولا يتم الحديث حتى على المستوى الإعلام، يعني هل اعتاد الناس هذا الأمر؟ لو أن المجتمع الدولي أو المنظمات قامت وتعاطت بإيجابية مع تلك الملفات والانتهاكات والجرائم لما استمر الحوثي ولما تجرأ بتلك الجرائم البشعة التي يندى لها الجبين خاصة بحق الأطفال. المجتمع الدولي يكتفي بإشهار التقارير فقط، وهناك منظمات محلية تكتفي كذلك بإشهار التقارير في مجلس حقوق الإنسان ثم تعود لتضعها في الأدراج، لا نعلم لماذا، لكن هذا يضاف إلى جرم الحوثي. لذلك نقول على أسر الضحايا وعلى المهتمين وعلى من لديه ضمير بأن يجمع كل تلك الملفات وأن يعني يستعين بنقابة المحامين ويستعين
الحقوقيين وتقديم دعاوى أمام الجهات والسير في الإجراءات الجهات القضائية طبعا والسير في الإجراءات. النيابة العامة كذلك يجب أن تبدأ بالتحقيق بتلك الجرائم. النائب العام عليه أن يوجه النيابات بالتحقيق، ويجب على الجهات الأمنية والضبطية بأن تقوم بجمع الاستدلالات. نحن نشاهد يوميا في مناطق الحوثي محاكمات ضد يعني إعلاميين وضد ناشطين وضد يعني حتى مدنيين، وهي محاكمات غير قانونية ومنعدمة. يقوم يوميا بإصدار أحكام إعدام، ويقوم بإصدار أحكام بالسجن الطويل، وهي ميليشيات. لماذا نحن وأصحاب الحق ولدينا الكثير من الضحايا ومن الأطفال ومن النساء ومن الأعيان المدنية ومن قطع الطرقات ومن حصار المدن، لماذا لا نتحرك حقوقيا وقانونيا؟ أين النيابات العامة؟ أين المحاكم؟ أين يعني نقابة المحامين؟ لن نعول أبدا على المنظمات. المنظمات هي فقط لكي تستلم الميزانيات فقط لا غير، وكتابة التقارير وإشهارها، ونحن نعلم كذلك حتى أنها يعني حتى أنها وظفت لديها من ليس لهم علاقة بالحقوق ولا بالقوانين ولا بالانتهاكات، ولا يعلم حتى تعريف القانون أو كيفية الرصد والتوثيق. علينا أن نتعامل ونتعاطى بجدية مع هذه الجرائم ومع هذه الانتهاكات وعدم الاستهتار، فهناك ضحايا كثر، وهناك أطفال كل يوم يتم قنصهم واستهدافهم، ويتم قنصهم حتى إلى منازلهم وإلى غرفهم. في مديرية صالة بوادي صالة تم قنص يعني عروسة في يوم ليلة زفافها وقتلت على الفور. يعني هل المجتمع الدولي تحدث عن تلك الجرائم والانتهاكات؟ هل المجتمع الدولي تحدث بعد اتفاقية ستوكهولم عن مدى بشاعة عمليات القنص، سواء في حيس أو الدريهمي أو في الحديدة أو في محافظة تعز المحاصرة منذ أكثر من 5 سنوات؟ المجتمع الدولي لا يعير تلك الانتهاكات أي اهتمام ولا أي يعني ولا أي، حتى لا يطبق قوانينه التي استحدثها في مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة. الانتهاكات الستة القسيمة أين هي؟ أين الأمم المتحدة؟ نعم، ماذا عن السلطة المحلية؟ هل تقوم بدورها؟ السلطة المحلية في سبات تام، لم تتحرك في هذا الجانب. لم يتم تشكيل أي فريق قانوني ولا حقوقي، ولم يتم تشكيل أي مختصين لمتابعة تلك الملفات، ولم يعرض أي ملف أمام أي جهة، وكأن تلك الجرائم هي عبارة عن مياه تدفق فقط، ليس لها أي قيمة وليس لها أي اعتبار. علينا أن نتحرك حقوقيين، ومن باب الأمانة هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، فعلينا مساعدة الضحايا ومحاكمة أولئك المنتهكين المتمثلين بميليشيات الحوثي وزعيمهم عبد الملك الحوثي. على يعني على الجهات المختصة وعلى الدولة أن تتحرك بجدية، وأن تختار من يعني من سيعمل بضمير إنساني، ويرى تلك الانتهاكات التي ترتكب يوميا. لم يتم اتخاذ أي إجراء لا محليا ولا دوليا تجاه هذه الجرائم. الحوثي يتمادى يوميا بعد يوم بسبب الصمت الدولي المريب والصمت المحلي المريب. نحمل الدولة ونحمل جميع الجهات، ونحمل النائب العام، ونحمل وزارة الداخلية، ونحمل وزارة الدفاع بأنهم لم يتحركوا، ونعتبرهم شركاء في تلك الجرائم. نعتبرهم شركاء بسبب التواطؤ، بسبب السكوت، بسبب عدم الاهتمام بالضحايا. يعني هناك من يستهدفهم الحوثي ولا يتحصلون حتى على العلاج، ولا يتحصلون حتى بالاهتمام برغم أن وجود ميزانيات مخصصة لتلك الأمور. لكن مع الأسف الشديد يعني الحوثي وجد هناك يعني لا اهتمام ولا محاكمات ولا تنديد ولا حتى بيان يصدر، فيعني عبث بالجميع. يجب الوقوف بجدية من قبل الدولة ومن قبل الجهات. نعم. إذن شكرا جزيلا لك المحامي والناشط الحقوقي علي السراري، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.